في علاقة بصفاقس وتسجيل عدد من الحالات في الفترة الأخيرة. صفاقس اللي لأسابيع طويلة كانت صفر حالة، اليوم ترجع الكورونا لصفاقس، شنو صار بالضبط؟ هي حالة وافدة عادات ثلاثة أفراد من العائلة متاحة، واللي هي تويك الانفستيغاسيون زاد قاعده تصير. احنا كل مره يبدا عندنا هكا حالات محليه فما تراسينغ يصير وانفستيغاسيون. لحد الان ما عندناش حالات اخرى، هذا هو يعني مواطن قادم من الخارج تسبب في وعدة العائله نتاعو، هذا هو مش ناس اخرين من خارج فضاء لا العائلة. لا لا لا، في الفضاء العائلي في صفاقس، فضاء عائلي ما نجموش نحكيو على بؤره حاليا في صفاقس. لا 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 لا، ماهيش هي فضاء عائلي، هي عدوى عائليه كيما اللي موجوده في القروان، نفس العائله زوز اخوه وعائلتهم. كيما حتى اللي في سيدي بوعلي راهم من نفس العائله اللي تعدى، معناتها الاب عدا ولده وعدا من عائلته، وحط والابن اللي يخدم في المعمل حتى اللي تخدم اللي تعدات في المعمل هي من نفس العائله، معناتها باقي احنا قعدنا في المحيط العائلي. هذا ما يمنعش اللي وقت اللي تنقلوا الفرق الصحيه على عين المكان وعملوا عمليه التقصي الميداني وعملوا لوديت نتاع لو ريسبي دي ريغل ديجيان، قاو برشا اخلالات كما قلنا، فما تراخي في تطبيق الاجراءات الوقائيه. احنا وقتها خاطر اول ما لقينا الكاد دخلنا حدينا من الانتشار نتاعو خاطر صلحنا، اما يلزمهم يكونوا حاجات دو براتيك، مش نقعدوا كل ما تصير حاله ندخلوا باش نحسنوا، يلزمهم نطبقوهم بصفه اليه في المناطق المغلقه الكل في جميع القطاعات حسب البروتوكولات اللي تمت المصادقه عليها.